مرحبا، اكيد بكل مشاهدينا في كل مكان. ساعتنا الثانيه من البرنامج دائما ما بنسلط الضوء فيها على اهم الاخبار الوارده صباحا على موقع شروق نت في كل احد صباحا. داخل الاستوديو برفقتنا في تحليل اهم الاخبار الدكتور عبد الملك النعيم، كاتب صحفي ومحلل سياسي واستاذ ايضا الاعلام بجامعه الخرطوم الجميله مستحيل. اهلا ومرحبا بك. مرحبا بك لينا، شكرا لك. مرحبا بك معتصم، ومرحبا بكل مشاهدي قناه الشروق في صباح الشروق والشروق نت. اهلا والاحد. اهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. وحنبدا من حمدوك يغادر الى واشنطن. نعم. دكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له يوم السبت غادر الى الولايات المتحده الامريكيه في زياره رسميه تستغرق 6 ايام، كان في وداعه بمطار خرطوم وزاره شؤون مجلس الوزراء والماليه والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنميه الاجتماعيه. ويجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة الولايات المتحدة مباحثات مع الإدارة الأمريكية تتعلق بتطوير سبل التعاون بين البلدين في كل المجالات. ومقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يلتقي الوفد بكبار المسؤولين في إدارة ترامب مثل نائب الرئيس مايك بينس. نعم دكتور عبد الملك، إلى أي مدى ممكن أن تكون زيارة حمدوك مبشرة إلى واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي قطعا زيارة مهمة وضرورية، لكن لا نفرط في التفاؤل في تعاملنا مع الإدارة الأمريكية، لأنها ليست هذه الزيارة الأولى ولا الثانية منذ 1993 وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، و97 العقوبات الاقتصادية، عشرات الزيارات، 8 مبعوثين أمريكيين في ظل النظام السابق، والآن يأتي دونالد بوس قبل أسبوعين برضو مبعوث أمريكي للرئيس في لقاءات برضو مع قيادتنا السياسية. لكن تظل الزيارة هي مهمة. الحكومة بادية مرحلة جديدة، ورئيس مجلس الوزراء سبق أن ذهب وشارك في الدورة 74 للأمم المتحدة وخاطب كل وزراء رؤساء العالم وضعهم في الصورة في التحول اللي حصل في السودان. التحول اللي حصل في السودان برضو عشان يعني يحقق أهدافه في المواقيت المضروبة لابد من تسهيلات خارجية كثيرة جدا، ومن ضمن التسهيلات الخارجية والتعاون الخارجي هو يعني رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبعد ذاك على ضوءه ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وعلى ضوء تتيح البيوتات المالية العالمية الفرصة للسودان أنه يستمتع بحقوقه كدولة عضو في الأمم المتحدة. الزيارة دي يمكن فيها حاجة مهمة جدا، هي بدعوة من الإدارة الأمريكية. يعني في كثير من الأحيان رؤساء السودان أو المسؤولين سواء كان في النظام السابق أو حسا بيمشوا لمناسبات على هامشة بيلتقوا بقيادات أمريكية، أو بيمشوا لزيارات بيلتقوا ببعض المؤسسات الأمريكية والمؤسسات الدولية الموجودة في أمريكا، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما إلى ذلك. لكن دي زيارة من دي دعوة من الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء السوداني، وسبق زيارة المبعوث الأمريكي. البنود المطروحة في هذه الزيارة هي واضحة جدا. بالنسبة للسودان بند واحد بس، ماذا يمكن أن تفعل الإدارة الأمريكية في ظل التحول اللي حصل في السودان بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ أنا دبين قلت لك ما نفرط في التفاؤل، لأنه الرئيس ترامب أصدر قرار قبل أسبوعين ثلاثة بأنه المسألة دي لسه فيها ترتيبات كثيرة جدا لم تكتمل. زيارة رئيس الوزراء للاتحاد الأوروبي ومخاطبته اليوم برضو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قال لسه هناك إجراءات كثيرة قبل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الإدارة الأمريكية ما بتنظر بشكل مباشر للتحولات اللي بتحصل عشان على ضوءها تتصرف، بقدر ما إنه عندها شروط متمترسة فيها تفتكر إنه هذه الشروط يجب أن تحقق كاملة، حتى إن كان الحكومة السودان السابقة والحالية ليست هي الطرف في تعطيل إنفاذ هذه المسائل. ومن ضمن هذه الأشياء زي قضية الحرب في دارفور والحركات المتمردة اللي ما زالت متعنتة رغم تغير النظام ورغم أنهم هم جزء من مكونات هو إعلان الحرية والتغيير، ده عنصر خارجي. دولة جنوب السودان وإحلال السلام فيها ده برضه عنصر خارجي لأنه متروك لأهل البلد نفسه، يعني ما أي حاجة يعمل السودان ممكن تفضي للنتائج الإيجابية لأنه أهل البلد لسه ما في حاجات ما بيدنا فأنا أفتكر أنه الإدارة الأمريكية حقه تنظر إلى ما يلي السودان كدولة وكحكومة وتشوف هو كيف تقدم في هذه المسألة، لأنه لما السودان تبنى الوساطة
لرأب الصدع داخل دولة الجنوب، الإدارة الأمريكية شكرت السودان وشعرت بأنه دي دولة مناسبة جدا تقوم بهذا الدور. الإيجاد لما كلفت السودان بهذا الدور، بالمناسبة السودان الآن يترأس الإيجاد يعني بعد الاجتماع الأخير، ودي برضه يعني نقلة كبيرة جدا وتهنئة للسودان، ونمشي لقدام في قيادة القارة الأفريقية في منظومة دول شرق وسط أفريقيا. برضو الإيجاد قالت إن السودان أنسب دولة تقود هذه المبادرة. يعني هم تحدثوا الكلام السابق بتاع إنهم السودان تعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وإلى الآخر، دي كلها دي شهادة أمريكية ما شهادة من السودان. مع ذلك ما ترتبت عليها يعني نتائج إيجابية في التعامل العادي التطبيع العادي لعلاقات السودان مع أمريكا. أنا داير أقول إنه لو قرينا الظروف الداخلية في أمريكا بنقول لسه في تعقيدات كثيرة جدا، لأنه القرار صادر من الكونغرس الأمريكي وداير ليه عدد من اللوبيات تتحرك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث إنه تغير القرار بتاع سلام السودان من داخل الكونغرس الأمريكي عشان بعد ذلك على ضوء يرفع السودان من قائمة الدول الراعي الإرهاب. نتمنى إنه فعلا دعوة هذه المرة يكون عندهم ما يمكن أن يقدموه إلى السودان. وإن كانت في تحفظات على أشياء محددة، حقه برضو يشركوا فيها الرأي العام بشكله الكبير جدا، بحيث إنه الآن دي حكومة يعني حكومة شعب وجاية من ثورة وعندها أهداف وعندها محتاجة لها برضو لبيئة شوية صالحة على المحيط الداخلي وعلى المحيط الخارجي. فنتمنى إنه الزيارة تنجح، ونتمنى إنه الإدارة الأمريكية تغير شوية من تعنتها في تعاملها مع السودان، وتلين بعض مواقف مؤسساتها عشان القرار يصدر من الكونغرس ويبقى بعد كده ما في أي حجة يرتكزوا عليها. طيب قبل ما نمشي الخبر الثاني، أنت تكلمت قبل شوية عن قيادة السودان للإيجاد، ده بيشير لشنو يا دكتور؟ والله أنا بيشير لرؤية الإيجاد لدور السودان الرائد جدا في منطقته. طبعا معروفة جدا المجموعة بتاعة الإيجاد دي اختصار للهيئة الحكومية للتنمية الاقتصادية في دول شرق ووسط أفريقيا، المختصرة باسم الإيجاد. وكانت زمان شغلها في مجال التنمية ومكافحة التصحر، لكن شعروا بأنه أي تنمية ومكافحة التصحر لا يمكن تتم إلا في ظل بلد آمن. بالتالي بدأت الإيجاد تدخل في حل القضايا السياسية بين دول المنطقة. ولعل التجربة بتاعت نيفاشا في ظل النظام السابق مع الراحل جون غارنك هي كانت واحدة من مبادرات الإيجاد دي نفسها. الآن الإيجاد برضه تبنت قضية الجنوب السلام في دولة جنوب السودان وكلفت به السودان، والإيجاد نفسها كانت لعبة دور كبير جدا في أنه السودان حكومته مع الحركات المتمردة برضه يصلوا إلى توافق. دي كلها يعني قامت بها منظومة الإيجاد، وهي بالمناسبة يعني جزء من الاتحاد الأفريقي، يعني واحدة من مكونات الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي عنده مكونات في أفريقيا جنوب الصحراء، وعنده مكونات في أفريقيا الغربية معروفة بالإكواس، وعنده مكونات في شمال أفريقيا المجموعة العربية، وعنده مكونات في شرق وسط أفريقيا اللي هي الإيجاد. دي كلها لما تعمل كل واحدة في الدول العضوة فيها، في النهاية لما يجوا الاتحاد الأفريقي بيجوا بقضايا نوقشت بعقلانية وجاهزة عشان يتخذوا فيها قرار. فاللقاء بتاع قبل 3 يوم في أديس، وكانت الرئاسة عند أديس سنوات طويلة جدا، وكانت في دول حريصة جدا إنه تأخذ هذه الرئاسة زي كينيا ويوغندا وكذا، وكانت في دول تانية برضو بتعمل لصالح جهات تانية. لكن أنا أفتكر إنه قادة الدول نفسهم قروا الخريطة بتاع دور السودان، سواء كان في دول المنطقة نفسها شرق وسط أفريقيا أو دوره في أفريقيا ككل. وعشان كده جاءت الرئاسة للسودان، وده كسب كبير جدا للسودان، ودي شهادة غير فيك أنت. نعم ده كلام جميل.